السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم جبر الخواطر وجلسة النهاردة بعنوان جلسة مع المساكين. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل لنا أسوة وقدوة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف النبي كان بيعمل إيه. النبي كان أكثر من يجالسهم هم المساكين والفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاءه الكبير العظيم الذي خلده التاريخ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الله أكبر، ده دعاء النبي محمد. أي نعم، ده دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أغلب أوقاته كان يجلس مع بلال ومع سلمان ومع خباب ومع هؤلاء الفقراء رضي الله عنهم جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء دائما: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لأن المساكين لهم دولة عند الله عز وجل يوم القيامة، ربنا يجبر بخاطرهم في الآخرة زي ما اتحرموا في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا بيجبر بخاطرهم وبيجبر بخاطر اللي يجبر بخاطرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا للفقراء واليتامى والمساكين: ارجعوا فمن أطعمكم في طعمة أو كساكم في كسوة أو سقاكم في شربة فأدخلوه الجنة معكم. الله أكبر. عشان كده محتاجين إن احنا نجالس الفقراء والمساكين يعني كثيرا بالجلوس معهم بطريق القلوب، وبنتذكر نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن الإنسان لا يزدري نعمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه عسى ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. إن انت لو حسيت إن انت حرمت من حاجة أو أن أنت فقير أو غير ذلك، فانظر إلى هؤلاء المساكين الذين لا يجدون لقمة العيش ولا يجدون قوت اليوم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يجبرون بخاطر الفقراء واليتامى والمساكين. اجبروا بخاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطركم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.